مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. بالبداية حابة أمسي بالخير على فريق العمل المتواجد ويانا في الاستديو، أكيد على زميلي أحمد. مساك الله بالنور، وكذلك أمسي على كل السادة المشاهدين والمتابعين الأعزاء اللي انضموا معنا لمتابعة برنامج مساء الخير يا كويت. من هذا المنبر الإعلامي نقول إحنا متفائلين خير، عندنا أمل وإيمان بقضاء الله وقدره، وعندنا ثقة في دولتنا وحكومتنا، ومتفائلين بهذه الوجوه الطيبة اللي قاعد تشتغل من أجل الكويت، ومعتزين بكل الأيادي السباقة للجهد والعطاء من أبناء الصفوف الأولى اللي واصلون ليل نهار حتى تكون الكويت خالية من الأمراض. صحيح فاطمة كلامك، وأملنا بالله كبير، وهذا الأمل أن يكشف الغمة عن هذه الأمة ويذهب عنا هذا البلاء. القلوب الصافية من أبناء وطني تعمل قبل الأيادي، والعقول الواعية تبذل كل جهد علمي أمني إعلامي اجتماعي وإيماني من أجل هالديرة الحبيبة اللي أعطتنا الكثير، واللي نتمنى نرد لها ولو القليل من هالعطاءات الكثيرة. مستمرين معكم السادة المشاهدين، من بعد هالفاصل سننتقل إلى الزميل عبد العزيز درويش، خليكم معنا. في إطار المساعدات الإنسانية والخيرية اللي تنفذها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، قامت الجمعية بتوزيع عدد من السلال الغذائية على مستحقيها بتعاون مع محافظة مبارك الكبير، مع الرسالة الثانية اللي قدمها لنا الزميل العزيز أحمد الفرحان. المزيد في سياق هالتقرير. مشاهدينا، لما تكون الكويت مركز العمل الإنساني ويكون حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه قائد العمل الإنساني في العالم، أكيد راح نشوف مثل هذه المشاهد. الكويت اليوم ما تنسى كل من يعيش على أرضها، سواء من مواطنين ومقيمين. اليوم جمعية الهلال الأحمر ومحافظة مبارك الكبير قاموا بتوزيع هذه الوجبات والسلال الغذائية على العمالة في منطقة صبحان، وتحديدا في المدينة العمالية. وأيضا هذا التنظيم الجميل من وزارة الداخلية، سواء الأمن العام أو أفراد القوات الخاصة. خلونا نتابع من خلال يسعدنا أن يكون معنا العميد عوض محمد الشمري، وهو مدير الدوريات والعمليات في محافظة مبارك الكبير. قواك الله ويعطيك العافية عميد عوض، ويريد تتكلمنا عن تعاونكم اليوم في توزيع الوجبات على العمالة في مدينة صبحان العمالية مع الهلال الأحمر الكويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الحمد لله تم حاليا مثل ما أنت شايف توزيع التموين على والمواد الغذائيه على العمال في مدينه العمال في صبحان، والحقيقه بتعاون من الاخوان في الهلال الاحمر والاخوان في القوات الخاصه والدفاع المدني. وهذه المدينه العماليه يعني فيها مئات من العمال في منطقه صناعيه بعيده عن الجمعيات التعاونيه والاسواق مثل ما انتم عارفين،
والحقيقة سارت الأمور بشكل طيب وسلس الحمد لله. وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن العون وهو مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي، قواكم الله ويعطيكم العافية أستاذ عبد الرحمن، وياريت تكلمنا عن توزيع السلال الغذائية اليوم في مدينة صبحان العمالية بالتعاون مع محافظة مبارك الكبير. الحمد لله، يعني ما في شك احنا بالاستمرار للمساعدات منذ بداية جائحة كورونا. الأمانة كان هناك تعاون مع كل مؤسسات الدولة، واليوم متعاونين مع محافظة مبارك الكبير، وأمس كان معاهم طبعا في صباح السالم، واليوم في صبحان المدينة العمالية، تنظيم رائع مع أخواننا في وزارة الداخلية بكل الفئات، سواء الأمن العام أو الداخل أو القوات الخاصة، وكما عهدناهم طوال فترة الجائحة كانوا في تعاون كبير الحقيقه، واحنا نعول عليهم الحقيقه في التنظيم، ما يقصرون، مستمرين في تقديم هذه السلال الغذائيه في مناطق العماليه او مناطق الحظر او مناطق كل الكويت تقريبا. ايضا معانا العميد اسماعيل محمد الفقيه من القوات الخاصه في وزاره الداخليه، نتكلم معاه عن هذا التنظيم مع جمعيه الهلال الاحمر، قواكم الله ويعطيكم العافيه. واحنا قاعدين نشوف حتى عناصر القوات الخاصه متواجدين مع اخوانهم في جمعيه الهلال الاحمر في التوزيع، يا ريت تكلمنا عن هذا التنظيم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. التنظيم هذا تنظيم مسبق من بدايه الاحداث لغايه يومنا هذا، تنظيم وتأمين وإشراف كامل من قبل القوات الخاصة من وزارة الداخلية في توزيع السلال الغذائية بالتعاون مع جميع اللجان اللي في الكويت، ومن أهمها اللي هم جمعية الهلال الأحمر. فهذا التنظيم نتأكد منه أن الكل يستلم السلال الغذائية في هذه الظروف اللي احنا فيها، ظروف والوباء اللي حاصل في بلدنا الكويت، وإن شاء الله نخلص من الوباء هذا وترجع الحياة طبيعية، وكلنا إن شاء الله في خدمة وطننا الغالي. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ويسرنا أن نلتقي عبر الفيستايم مع سعادة السفيرة ألينا رومانومسكي، سفيرة الولايات المتحدة الصديقة لدى دولة الكويت. Your Excellency, welcome to our show. Good evening, Kuwait. Well, good evening, Abdulaziz, and thank you for having me on the program this evening. You are let me also thank. Yeah. Thank let you. Me also thank. Continue. Thank you to your viewers also for tuning in. I hope they're all staying safe and healthy. You're most welcome, and it's a privilege to be with us in our show. First of all, Your Excellency, can you share with us about the exceptional diplomatic relationship between the State of Kuwait and the United States of America? You know, the United States and Kuwait share a long history and a strong partnership. Next year, we're going to celebrate our 60th anniversary of our diplomatic relations. And next year, we're also going to mark the 30th anniversary of the liberation of Kuwait. We have an annual strategic dialogue, a discussion chaired by the U.S. Secretary of State and the Kuwaiti Foreign Minister. This year will be our fourth dialogue. It's been postponed due to COVID, but we're looking forward to rescheduling it soon. Our discussion in the strategic dialogue covers an array of fields and issues, including security, trade, consular, education, among many others. And it sets our joint vision for activities for the coming year. And also, we appreciate this exceptional relationship between the two countries. Let me translate first of all, Your Excellency, to our dear viewers. أنا سألت سعادة السفير عن العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وأجابت أن العلاقات الدبلوماسية قوية ولها تاريخ طويل، وقالت في العام المقبل يصادف الذكرى 60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بالإضافة
بالإضافة إلى الذكرى 30 على تحرير دولة الكويت. وأضافت أيضا سعادة السفيرة وتكلمت عن الحوار الاستراتيجي السنوي، وهو لقاء رسمي بين وزير الخارجية الكويتية ووزير الخارجية الأمريكية، ويتكلمون ويتركز على عدة أمور ومنها الأمن، التجارة، الأمور القنصلية بالإضافة إلى التعليم. والآن نكمل حوارنا في نفس الموضوع مع سعادة السفيرة. Your Excellency, let's continue about our topic about the exceptional diplomatic relationship, Your Excellency. Yeah, I wanted to say for nearly 70 years, America has been the destination of choice for Kuwaiti students looking to pursue quality higher education. So in 1953, the first Kuwaiti student graduated from a U.S. university. And today, over 12,000 Kuwaitis are studying in the United States. We also run many exchange programs and activities with Kuwait. Next week, we will co-sponsor a hackathon with the Kuwait Foundation for the Advancement of Science, or KFAS, as you know, to explore solutions to the COVID-19 pandemic. We also share strong economic and commercial ties, including $4.6 billion in two-way trade last year. U.S. businesses are active in Kuwait oil, defense, healthcare, construction, and information technology sectors. And as you know, we also have a very close relationship between our two militaries, and we work together to ensure stability and security in the region. And we already appreciate this exceptional diplomatic relationship between the two countries. Let me translate first that they are saying to our dear viewers. احنا اكملت سعادة السفيرة الموضوع فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وأضافت أن على ما يقارب 70 عام أن الولايات المتحدة هي مقصد الطلاب الكويتيين الراغبين في الدراسات العليا، بالإضافة إلى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأشارت أيضا أن التبادل التجاري بين البلدين الصديقين هو 4.6 بليون دولار. وبعدها تكلمت عن أن السفارة قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، واللي معظمها مع المؤسسات المحلية في دولتنا الحبيبة الكويت. وراح يكون إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع تعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإنتاج حلول تقنية للمشاكل التي سببتها جائحة كورونا. وفي الأخير تكلمت عن العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين، وهي عن قوة العلاقة، ويعملون لتأكيد الاستقرار والأمن في المنطقة. Now, Your Excellency, let's talk about another topic now. Is there any medical cooperation between the two countries during this pandemic? Yeah, there's quite a bit. During COVID-19, we're working closely together on health issues, both officially and between American and Kuwaiti individuals. For the first time, and we're very proud of this, two U.S. military doctors obtained their licenses to practice in Kuwait. We run a virtual healthcare speaker program, and in fact, we have a speaker event on June 26th with Kuwait University, and we're planning more with KFAS and other Kuwaiti institutions. And our medical cooperation is also happening between experts. So just a few weeks ago, we had doctors at Mount Sinai Hospital and Al Jaber Hospital who had a Zoom discussion to share information on COVID-19. And we also appreciate this medical cooperation between the two countries. Let me translate the thing you are already sharing with the viewers to our dear viewers. أنا سألت سعادة السفيرة هل هنالك تعاون طبي بين البلدين الصديقين في هذه الجائحة؟ وأجابت إن كلا البلدين الصديقين يعملون بشكل وثيق عن طريق تشغيل برامج المنصات الافتراضية والتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسات الكويتية الأخرى. وأضافت أن لأول مرة حصل اثنين من الأطباء العسكريين الأمريكيين على رخصة مزاولة المهنة في دولة الكويت، وتكلمت عن تعاون المؤسسات وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين. وأضافت وأشادت في تعاون مستشفى جابر الكويتي مع مستشفى ماونت سياني الأمريكي. Let's continue about the same topic, Your Excellency, about the medical cooperation. Yeah, let me also make another important point that both the U.S. and Kuwait are leaders when it comes to providing international humanitarian assistance during this COVID pandemic.
The U.S. government has so far provided about $12 billion for its global COVID responses. Last Friday, Secretary Pompeo announced an additional $93 million in assistance. And Kuwait has provided over $100 million in COVID assistance. But I also want to say that Kuwait, like also our private American citizens, Americans have been generous with their own funds, contributing about $11 billion in COVID assistance. And we are also appreciate this medical cooperation between the two, both countries. Let me translate, first of all, Your Excellency, to our dear viewers. أنا سعادة السفير أكملت موضوع التعاون الطبي بين البلدين الصديقين وتكلمت بإسهاب أن كلا البلدين الصديقين قدما الكثير من المساعدات الإنسانية في هذه الجائحة. Now, Your Excellency, let's talk about another topic. How do you see the precautions and procedures of the state of Kuwait to contain the virus? Right. Thanks for the question. I appreciate very much the Kuwaiti government's careful approach to reopening the economy while protecting the safety and well-being of those who live in Kuwait. The government's providing a daily briefing on COVID-19 and sharing the information in 19 languages. And this information is important for the public to know. And secondly, it also helps to achieve greater compliance with government guidelines. Okay, let me translate to our dear viewers, Your Excellency. And by the way, like we already appreciate and we are very happy to be with us on air in the show, Your Excellency. Thank you so much. Let me translate to our dear viewers first. أنا سألت سعادة السفيرة كيف ترين الإجراءات والاحترازات بدولة الكويت لاحتواء الفيروس وأجابت أن دولة الكويت أخذت خطوات مدروسة لإعادة فتح الاقتصاد وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم من المرض. Now let's talk more about another thing, Your Excellency, about the U.S. Embassy now. So tell me about the U.S. Embassy's COVID-19 precautionary measures. And Abdulaziz, again, thanks very much for having me on the show tonight. My top priority is the safety and security of American citizens, as well as embassy staff and visitors. You know, we're following COVID guidelines put out by the World Health Organization and the Center for Disease Control to keep everyone safe. We're also paying close attention to the government of Kuwait's COVID announcements. Most of our embassy employees right now are working from home and practicing social distancing measures. And when it's safe to open the embassy to visa applicants and other visitors, the embassy will employ strict guidelines, including wearing masks and spacing out our applicants. Okay, let me translate to our dear viewers about the topic about the U.S. Embassy, how they are dealing with COVID-19 precautionary measures. أنا سألت سعادة السفيرة عن الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها سفارة الولايات المتحدة لدى دولة الكويت وأجابت عن طريق متابعة الإرشادات الصحية من منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض وأضافت أن موظفي السفارة يطبقون التباعد الاجتماعي وأغلبيتهم يعملون في المنزل. والآن نكمل نفس الموضوع مع سعادة السفيرة. Your Excellency, let's continue about the topic about the U.S. Embassy's COVID-19 precautionary measures. You know, and despite all these measures that we're taking, I have to say that the business of diplomacy doesn't stop. While we're working from home, we're finding alternative ways to do our jobs. And just like we're doing today together, talking virtually, we diplomats are also using a technology to do our work and to connect with our counterparts and our friends around Kuwait. We've helped Americans get back home. We have so far over 800 Americans who travel back to the United States. And we're also doing our part to help the economy recover. We're introducing American businesses to Kuwaiti partners. And later this week, I'll be on a virtual panel with the Kuwaiti ambassador to the United States and others talking about business opportunities between our countries on health, on e-learning, and other areas where we can expand our cooperation, our business together.
Okay, well, let me translate to our dear viewers who's watching us in this live stream from the KTV1, the main channel. And this, our distinguished guest is the ambassador, Her Excellency, from the United States of America to State of Kuwait. Let me translate to our dear viewers first. أنا سألت سعادة السفيرة وأكملت في نفس الموضوع عن الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها سفارة الولايات المتحدة لدولة الكويت وأجابت أن العمل الدبلوماسي لن يقف وأشارت لبعض النقاط ومنها التواصل مع الحكومة الكويتية عن طريق الاتصالات والتقنيات الحديثة بالإضافة لإعادة الرعاية الأمريكيين إلى الولايات المتحدة. Now your excellency, how do you communicate with the US citizens in the state of Kuwait? That's a great question. And as I think I mentioned before, you know, the safety and security of over 30,000 American citizens in Kuwait is my top priority. So to stay in touch with them, we provide regular email and a website updates on the situation in Kuwait for private Americans. And we also post the information on social media for them. We have a dedicated email inbox where American citizens can ask questions. We have a dedicated phone number available 24 hours a day where Americans can contact us for emergencies. Emergency consular services that are very important for American citizens are also continuing, including anyone who needs an urgent passport renewal. And also, we appreciate your efforts and everyone who's working in the U.S. Embassy to help and contact and communicate about the U.S. citizens. Let me translate first to our dear viewers. أنا سألت سعادة السفيرة عن آلية التواصل مع رعاياكم في دولة الكويت وأجابت عن طريق موقع السفارة الرسمي على الإنترنت وموقع السفارة في وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة عن طريق التواصل عن طريق الهاتف والإيميل وهم يعملون على مدار الخدمة طوال الـ24 ساعة. Let's talk about another topic, Your Excellency. What about the students who would like to return to U.S. to continue their studies? Are there any new procedures? That's a great question, Abdulaziz. Routine in-person interviews remain suspended due to the COVID-19 pandemic. But here's some good news. Students who need to renew their student visas may be eligible to do so without coming into the embassy for an interview. So for more details on that, we ask them to follow us on social media. And then when we're able to safely conduct visa interviews, we'll prioritize students and other applicants who have an urgent need to travel to the United States. We're doing a lot for students. And we appreciate, and we already know that it's like your first priority how to communicate and how to deal in this kind of situation. We already greet you and gratitude in this kind of the way you are doing it. So let me first translate to our dear viewers first. أنا سألت سعادة السفيرة هل هنالك إجراءات جديدة على الطلبة الذين يرغبون في العودة للولايات المتحدة لمواصلة الدراسة وأجابت بسبب هذا الظرف الاستثنائي فإنهم أوقفوا المقابلات الشخصية في الوقت الراهن وأشارت أن ربما يتم تجديد تأشيرة الطلبة من غير المقابلة الشخصية وبالإضافة في حال مزاولة العمل ستكون أولوية تجديد التأشيرة للطلبة والحالات الحرجة. Now, Your Excellency, what is your advice for the U.S. citizens and also for non-Arabic speakers? Oh, wow, Abdulaziz, that's a great question. You know, I have to say staying informed on COVID developments is important for the health and safety of your families and for our communities. So you want to make sure to rely only on official sources for information, for accurate information. You want to also take care of your mental and physical health. That's really important. So be sure to check in with family, with friends, and your neighbors. You know, social distancing doesn't mean social isolation. And we must help each other stay focused, prioritize, stay positive and healthy. So I'm just asking people to please keep in touch with your family and friends. I think together we can get through this pandemic. Thank you very much, and we are very happy to see that you are very optimistic. Thank you very much for being with us today, Your Excellency.
Thank you, Abdelaziz. I am going to remain optimistic. That's important. Thanks for having me again tonight. You're most welcome. Thank you very much for being with us today. كانت معنا سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى دولة الكويت، سعادة السفيرة ألينا رومانوسكي. وكان ملخص اللقاء أعزائي المشاهدين يدور حول العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون الطبي بين البلدين الصديقين في ظل جائحة كوفيد 19. وتكلمت أيضا على الإجراءات الاحترازية بدولة الكويت واحتوائها لمرض كوفيد 19، وبالإضافة تكلمت عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، وعن آلية التواصل مع الرعايا الأمريكيين بدولة الكويت. وتكلمت أيضا في موضوع يخص كثير من الأسر الكويتية عن الطلبة الذين يرغبون في العودة لمواصلة الدراسة في الولايات المتحدة، وبالأخير وجهت رسالة للرعايا الأمريكيين وغير الناطقين باللغة العربية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية الفقرة، فاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا، في إطار الجهود الواضحة في احتواء فيروس كوفيد 19، قامت بلدية الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بإطلاق حملة توعوية لكيفية التخلص من وسائل الوقاية من القفازات والكمامات بعد استخدامها. هذه الحملة الجميلة بعنوان قبل أن ترميها فكر فيها 1000 مرة تجنبا لتفشي فيروس كورونا. قبل أن ترميها فكر فيها 1000 مرة. نرحب فيكم مشاهدينا من جديد، والحين يسرنا أن نلتقي عبر الفيس تايم مع الدكتور حمد الحسن، صيدلي في شركة البترول الوطنية الكويتية، ورح يكون حوارنا عن دور القسم الطبي بشركة البترول الوطنية الكويتية في ظل تفشي فيروس كوفيد 19. حياك الله دكتور معنا في مساء الخير يا كويت. يا هلا ومرحبتين، وأتشرف فيكم وفي مشاهدين تلفزيون دولة الكويت الحبيبة، وشاكر لكم جدا على استضافة مرة ثانية على تلفزيون وطني الحبيب الكويت. شرفتنا دكتور وانت صاحب مكان. خلنا في البداية دكتور لو نتكلم عن جانب مهم جدا، كثير من الناس ليس لديهم معرفة كبيرة عن دور القسم الطبي بشركة البترول الوطنية الكويتية، فياريت لو في البداية تعطينا نبذة وصورة عامة عن القسم ومن يخدم وما هي مهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي ترى الصوت شوي مو واضح معاي. نعم تبعيدك السؤال. أتصور أنت سألتني عن دور القسم الطبي في شركة البترول الوطنية، عدل؟ نعم عدل. القسم الطبي في شركة البترول الوطنية لديه 5 عيادات تعمل في مصافي مينا الأحمدي، مينا عبدالله، مصفات الشعيبة، موقع التسويق المحلي في صبحان، إضافة إلى عيادة المكتب الرئيسي بشركة البترول الوطنية ومقرها الأحمدي. سنتين من هالعيادات اللي هما عيادة مينا الأحمدي، عيادة مصفات مينا الأحمدي، وعيادة مصفات مينا عبدالله، يعملان على مدار الساعة 24/24 وأعلى درجات الجهوزية. القسم الطبي بالدرجة الأولى يقدم خدماته لموظفين شركة البترول الوطنية، إلا أننا نفخر في ذات الوقت بأننا نقدم خدماتنا إلى جميع العاملين المتواجدين على أراضي ومرافق شركة البترول الوطنية. نعم. من موظفين زملائنا في شركة نفط الكويت، من إخواننا العسكريين العاملين في قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، من العاملين في الحرس الوطني المتواجدين لحماية موقعنا في صبحان، وكذلك جميع عمال الله يقويك، وكذلك جميع عمال المقاول المتواجدين والمرتبطين مع عقود في وزارة
مع مرتبطين في عقود مع شركة البترول الوطنية. طبعا من مهام القسم بالأوضاع الطبيعية تقديم خدمات الطوارئ الطبية، إسعاف وعلاج جميع المصابين في الموقع. احنا نقدم كذلك خدمات الرعاية الأولية كما هو موجود في مستوصفات وزارة الصحة. ممتاز. احنا نقدم خدمات الصحة المهنية الخاصة بالموظفين. واضح. مثال على ذلك احنا الفحص قبل التعيين نقوم فيه للوقوف على حالة الموظف قبل تعيينه أثناء ممارسة عمله كل سنة إلى سنتين حسب سن الموظف، نقوم بمتابعة حالته الطبية، وعندنا فحص نهاية الخدمة إضافة إلى الفحوصات الأخرى لمن يسند لهم بعض الأعمال الخطرة. كذلك احنا معنيين بتنظيم حملات صحية وتنظيم محاضرات في داخل الشركة وخارجها كنوع إن شاء الله. من أنواع المسؤولية المجتمعية. وفي هذا المقام طبعا أنا أفخر أن شركتي شركة البترول الوطنية الكويتية قد حازت مؤخرا على المركز الثاني ضمن أعلى الجهات المتبرعة بالدعم على مستوى الكويت، والأولى على الجهات الحكومية للعام 2019-2020. نعم، وكلنا فخورين فيكم من الكوادر الطبية سواء في وزارة الصحة وأيضا في مؤسسات الدولة. دكتور، من بداية أزمة فيروس كوفيد 19 حتى اليوم، شنو المهام اللي قام فيها القسم الطبي بشركة البترول الوطنية للحد من انتشار هذه الجائحة؟ احنا نظرا لحيوية المكان وحيث ان شركة البترول الوطنية تعتبر قلب الكويت النابض وعصب الطاقة، صحيح، فكان من الضروري الإبقاء على انسيابية العمل وعدم توقفه. نعم. احنا بالقسم الطبي عندنا مثلث مهم عند العمل. الضلع الأول هو اقتصاد البلد. نعم. الاستمرار بإنجاز المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برفاهية الناس. الضلع الثاني خدمات البلد العامة. احنا نزود محطات الطاقة بالوقود، شركتنا تزود وقود السيارات، حتى المخابز الغاز اللي يستخدم في طبخ الخبز احنا اللي نزوده. ما شاء الله. فهالشيء هذا مهم جدا. الضلع الثالث اللي عندنا صحة الموظفين المتواجدين على رأس عملهم 24 ساعة لخدمة البلد. احنا موظفيننا الله يعطيهم الصحة والعافية متفانين جدا ووهبوا نفسهم لخدمة البلد. انجزوا الكثير من المشاريع، على سبيل المثال وحدة استخلاص الفحم تم تشغيلها اثناء أزمة كورونا بأيادي وطنية في ظل غياب المستشارين العالميين. فاحنا هالمثلث بأضلاع الثلاث نحطه قدام عيوننا عند تقديم عملنا. لذلك وبتوجيهات وإشراف من إدارة الشركة ومن نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة المهندس عبد العزيز لدعي ومدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة المهندس وليد البعيجان، قام القسم الطبي برئاسة شركة البترول الوطنية برئاسة الدكتور وليد الحربي باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتخفيف من أضراره. وتشمل هذه الإجراءات اللي قام فيها القسم الطبي فحص الحرارة عن طريق جهاز الثرموسكان، أي واحد يدش علينا الشركة كنا ناخذ حرارته على طول، أي حالة نشك بعدم انضباطها صحيا أو يعني بتأثر نعزلها على طول. قمنا بتوفير المواد الوقائية كالقفازات كالكمامات لجميع العاملين وفي جميع الأقسام وبصورة منتظمة. إلى اليوم إحنا أكثر من 300,000 كمام موزعينهم على العاملين المتواجدين في مقر شركتنا. وفرنا المطهرات المعقمات بانتظام، زودنا الشركة بالمستلزمات الطبية المطلوبة للتعامل بمثل هالحالات. قمنا بتوعية صحية للموظفين باستمرار عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، عن طريق رسائل يومية عن كيفية البقاية من المرض. أنشأنا فريق لمكافحة انتشار العدوى لمتابعة الأحداث مع وزارة الصحة باستمرار، وضع الخطط للتعامل مع الموقف في حين لاحظ سمح الله صارت حالات معينة. نعم. اعتمدنا إجراءات اتبعناها للعمل مع الحالات المشتبهة تتماشى مع الإجراءات اللي موجودة في مؤسسة البترول الكويتية. سوينا حوادث وهمية للوقوف على مدى جاهزية أقسام الشركة في حال تم إصابة أحد، كما قمنا بإلزام شركات المقاول بتطبيق جميع الإجراءات على الموظفين اللي داخلين علينا من برا، مثل تعقيم سكن العمال، توفير المطهرات، عمل فحص حراري للعمال قبل لا يدخلون علينا المصافي. وطبعا احنا قمنا بتركيب مؤخرا كاميرات حرارية لفحص جميع العمال وجميع الموظفين عند الدخول عن طريق بوابات المصافي، وزودنا أيضا مباني إدارة الشركة
بهذه الأجهزة، تقريبا وصل عددها حوالي 12. نعم. استعدادا للمرحلة القادمة وعودة الموظفين لمواقع عملهم خصوصا أصحاب الوظائف الإدارية. نعم دكتور حمد، كل الشكر والتقدير لك على هالمعلومات الجميلة اللي وصلت لنا، خصوصا عن المثلث بأضلاع الثلاثة اللي تكلمت عنه، وعن جهود الشباب الجبارة اللي على قدم وساق يعملون بجهود حثيثة وخطوات مباركة لخدمة أبناء هذا الوطن. مستمرين معاكم، راح نروح فاصل صغير ونرجع نتواصل من جديد. الله احفظ الكويت، نور كل بيت، يا الله ادم عزها وارفع شانها، يا الله يا حلو يمعتنا في كل بيت، واحنا بأمان دام البيت، هو الكويت. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم ببرنامج مساء الخير الكويت. يسرنا الآن أن نتواصل عبر الهاتف مع المهندسة سارة محمد المطيري، مدير إدارة الأعمال الكيماوية بقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء. راح يكون حديثنا أكثر عن طبيعة عمل القطاع ومدى استهلاك المياه في ظل جائحة كوفيد 19. حياك الله معنا أستاذة سارة. يا هلا ويا مرحبا، الله يحييكم. وأنا بداية أعتذر يمكن عشان صوت يمكن ما يكون واضح. لا واضح جدا. لأني أنا موجودة في على الدائرة الخامس. إحنا نعم. عندنا صيانة طارئة صارت من حوالي تقريبا ساعة. قواكم الله. خطوطنا الرئيسية الله يقويك. فحاليا أنا متواجدة مع الفريق الفني ومهندسين الوزارة. بما أن أنا عندي اتفاق أدبي مع فريق الإعداد بالمداخلة، فما حبيت للأمانة نلتزم. بس أنا اعتذر لأن النقل صار من الموقع، فالصوت ما راح يكون واضح يعني. الله يعطيك العافية المهندسة سارة. في البداية ودنا نتعرف على طبيعة عمل قطاع تشغيل وصيانة المياه والإدارات التابعة لها في ظل الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها الدولة، خاصة أنك أنت الحين متواجدة في الميدان لأحكام الصيانة. هو بداية يمكن هو أبلغ صورة، أنا تمنيت أنه يكون نقل مرئي، بس طبعا اللي صعب الموضوع. نعم. هو أبلغ رد للوضع اللي احنا حاليا فيه. القطاع بصورة مبسطة لكم وللسيدات والسادة المشاهدين، هو القطاع المعني عن تحلية المياه، التحكم بنوعيتها، جودتها ومراقبتها على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تخزينها بالخزانات الأرضية، ضخها إلى الأبراج العلوية، بالإضافة إلى خطوط النقل الرئيسية والفرعية، وحتى وصولها إلى عداد المستهلك، بالإضافة إلى تشغيل آبار المياه الجوفية. طبعا منظومه المياه بشكل عام، اداره الشبكه المائيه تشغيلا وصيانه، هذا بالاضافه الى بعض الخدمات اللي احنا نقدمها منها ايصال المياه. يعني هذا بالمجمل عدد الادارات التابعه لقطاع التشغيل، 5 ادارات. الادارات كل حسب الهيكل التنظيمي، الا انها تصب في منظومه واحده، هي خدمة إيصال خدمة المياه وحتى عداد المستهلك. نعم، مو غريب عليكم هالخطوات اللي قاعد تقدمونها، خصوصا تواجدكم في الميدان لمحاولة السيطرة على أي طارئ مهندسة، لكن ودي أيضا أتكلم عن الخدمات الإلكترونية اللي تم تقديمها للمستهلكين. للأمانة الوزارة كانت من فترة قبل الأزمة، كانت إحنا يعني جزئية إن التحول الرقمي كان هاجس. نعم. تحول إلى حقيقة. جزء كبير من خدماتنا سواء في قطاع الكهرباء أو قطاع المياه تم وضع خدمات إلكترونية. تمت الاستفادة، يعني أنا أتكلم عن خدمات المياه في وقت الأزمة، بحيث أن الشخص ممكن خدمات المياه، أي مستهلك يحب أن إيصال المياه أو نقل عداد أو تعديل على ارتباط، ممكن يدخل إلى خدمات الوزارة الإلكترونية. البرنامج جدا بسيط والطلبات جدا ميسرة، يقدم الابليكيشن ومن ثم احنا نطلع كشف للموقع، يتم دفع الرسوم نفس اليوم او ثاني يوم يتم ايصال الخدمه. يعني احنا خلال الازمه يعني للامانه يعني المعاملات اللي تم تقديمها اونلاين
معاملات مو بسيطة. نعم. ولله الحمد تم إنجازها، يعني بحيث أن الخدمة خلال الأزمة كانت ميسرة لأن لم يكن هناك مراجعين، وبنفس الوقت لم نبخسهم حقهم في إيصال الخدمة، فسويناها بطريقة ميسرة من بيته يقدم الخدمة وأيضا توصلها لبيته. ممتاز، جميل جدا. مهندسة سارة، كلنا نعرف أن ما شاء الله مراكز الطوارئ الخاصة للمياه منتشرة في دولة الكويت، ولكن ودنا نعرف المشاهدين عن طبيعة عمل هذه المراكز ودورها بالأزمة. طوارئ المياه 7 مراكز. نعم. المراكز هذه تغطي الكويت يعني من الشمال إلى الجنوب. يعني حاليا أنا بأمر العمل الطارئ اللي حاليا متواجدة معاه. نعم. معي فريق العمل من مركز طوارئ صليبي خاص، لأن الموقع عندنا في الدائرة الخامس. المواقع هذه المراكز هذه تشمل مناطق، كل مركز يشمل له مناطق معينة، يتم نظام العمل على مدار 24 ساعة، تستقبل جميع البلاغات المعنية في المياه، سواء انقطاع، سواء ضعف، سواء تسرب، سواء أي شيء يخص المياه يتم التعامل معها من خلال أقرب مركز تكون المنطقة مشمولة فيه. نعم. ويتم التعامل مع هذه البلاغ. نعم مهندسة، أيضا هناك العديد من الأسئلة اللي ودي أتكلم عنها، لكن في حال وجود ملاحظات أو شكاوى كيف يمكن التواصل معكم؟ من طريق طوارئ 7 أرقامها معروفة. نعم. عندك في خط داخل للوزارة 152 يمكن الاتصال ونقل أي بلاغ ويتم تحويله للمراكز. يعني أيضا هناك موقع للوزارة بالتواصل الاجتماعي يمكن نقل أي شيء ويتم التعاون معه في حينه. بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام موجودين. أي نعم أي نعم أي نعم. هو وللأمانة يقوم على هذه المواقع مهندسين من الأكفاء في الوزارة اللي على مدار 24 ساعة، يعني ما يقتصر العمل وقت مثلا الدوام رسمي أو لا، بالعطل أي وقت أي بلاغ ينزل على مواقع الوزارة يتم التعامل معه في حينه وإرساله إلى الإدارة المعنية والبث فيه. الله يعطيكم العافية مهندسة سارة. نبيك تكلمينا أكثر عن مختبرات الفحص، شنو دورها وشنو طبيعة العمل في ظل هذه الأزمة؟ طبعا يمكن الكل يعني يعلم أن الكويت من الدول الرائدة في مجال نوعية المياه. نعم. ولله الحمد إحنا أكثر من سنة نحصل على المركز الأول في جودة مياه الشرب، وهذا أكيد تعزيز لأدوار قطاعات أخرى. يعني إحنا ما هو قطاع التشغيل، بينما قطاع مشاريع المياه ينضم معنا قطاع المحطات وقطاعات أخرى قطاع التخطيط. بالنسبة لموضوع المختبرات، إحنا المياه يتم القيام بأخذها من محطات التقطير ويتم خلط معينة من المياه الملوحة وتعقيمها. نعم. خلال هذه المرحلة يتم القيام بفحص العينات على مدار 24 ساعة للتأكد من الاشتراطات الصحية المطلوبة ومواصفات منظمة الصحة العالمية. نعم. وللتأكد من جودتها حتى وصولها للمستهلك. نعم، كل الشكر والتقدير لك مهندسة على التواصل معنا، وخلينا في الختام ناخذ رسالة توجهينها للمشاهدين عبر برنامج مساء الخير يا كويت. والله أنا يعني أنا للأمانة أول شيء أنا أحب أشكر جميع العاملين سواء قطاع التشغيل أو القطاعات الأخرى اللي كانت تعمل على مدار 24 ساعة في فترة الأزمة. نعم. وخصوصا يعني الواحد يعلم أنه نشتغل في ظروف يعني وقائية وصحية يعني معينة. اللي أنا أحب أوجهه للمشاهدين أن إحنا بالأصل يعني على رأس عملنا خدمتكم وخدمة الوطن. صحيح. وهذا يعني للأمانة أقل ما يقدم. نتمنى دائما تدري أن نفس مثلا الحين في أمور طارئة، نتمنى دائما من المستهلكين أن يعذرون ودائما يحسون ان احنا دائما نكون على راس اي موقع معين، بس حتى نتاكد من تجهيز المواقع وتامين الخدمه للمستهلكين. ان شاكرين لهم تعاونهم والله يحفظ الجميع وشاكر على الاستضافه. كل شكر. واحنا اللي شاكرين لك على هذه المداخله المهندسه ساره المطيري مدير اداره الاعمال الكيماويه قطاع تشغيل وصيانه المياه بوزاره الكهرباء والماء. مشاهدينا بكذي وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا اليوم من مساء الخير يا كويت، شاكرين لكم حسن المتابعه. ان شاء الله نلتقي بايام جديده وفقرات جديده، وهذه الفقرات تكون من الساحه المحليه، وننقل لكم ابرز الاخبار. الى اللقاء ونشوفكم إن شاء الله على خير. على الخير والمحبة، نلتقي غدا. شكرا لكم ومع السلامة.